ممكن اقول لك رايي. خدي اجازه من كوريا، خدي اجازه من الحاره، من حياتك كلها لمده شهر واحد بس، كانك بتصيفي، وبعدها لما تبصي في المرايه وتتكلمي قدامها صدقيني يا كوريا مش هتعرفي نفسك. شوف، مش انتوا تلات رجاله بشنامه؟ لكن زنانين زن الحريم على رجالتها. اما مروان ده بقى فوقعت امه معايا سود عشان خاطر النبي. انا لو ما اشتغلتش بنتي مش هتروح المدرسه. ما قلنا لك مفيش شغل، ما تصدعناش. هو احنا فاتحين خدمه اجتماعيه؟ يا اخويا يا اخويا، الهي لا يذلك ولا يسيئك ابدا. يا ولية شوفي شكلك عامل ازاي، ده انت مش قادره تتكلمي اصلا وعايزه تتنسي وتمسحي وتشتغلي. صدقني انا هقدر، لو ما قدرتش يبقى ماشيني. ينعل ابو ذنك يا شيخه، مفيش شغل. البقرة بسندوسها بكريتها ببلاويها كلها بحواشيها علشان خاطر تقولي برابطة المعلم وتقعدولي في قلب البيت؟ لا ده فاضل بقى الواد كبداكي يجيب العربية بتاعته ويوقفها عند سور الفرندة بتاعتنا. ايه يا اختي ده؟ انتوا حاسبوني مع الغرابة دي؟ يا اختي غراب لما ينقر دماغك يا ولية. بقولك ايه، انا دماغي متكلفة مش عاوزة الهبل والعبط بتاعك ده، انا مش ناقصة مرسلة يا ولية. احمدي وقولي السلام عليكم. ثم بقولك ايه، احنا مشاركين في الشقه دي زينا زيك يا اختي، وبعدين انا جاي لجولي مش ليك يا اساس. جولي جولي مين يا الدلعادل؟ الله يا ياما. ايه وحيا سيدنا النبي، يا رب تروح الحجاز ياما، مالكمش دعوه بيهم ياما، سيبيهم ياما خلصوا المصالح اللي عندهم في عرض النبي. خليهم يتمصلحوا يا اخويا زي ما هم عايزين. ما انت عملتها لي زنقه الستات يا اخويا. خلاص انا داخله اوضتي قدام تلفزيوني الخصوصي بتاعي اتفرج عليه. وسايبها لكم مخدره. مخدرة. عجبتك القرف؟ جتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب عيب عيب. يلا ياما خشي جوه ياما. بتضربني. خلاص ياما. قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه وعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على موقع صعيده. ما بلاش الاسم ده خير. ايه هايدي ده؟ تحسه اسم ميرق كده، تحسه بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول؟ جدول ليه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شويه تفط زي الفطيطه دي. ويا موقفاك بقى الف على الفصل خل ولا ايه عشان تسكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده هروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدوني معاكم. اقعدي 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 يا بنت، استرجلي استرجلي اكتر من كده. خل يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهبيت. سعد بيحب البيت. هجيب لك يا سند. بصي هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت. ايه؟ تمرين يعني رياضه. وبعدين عندك ساعه انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكات. ايه الاتيكات ده؟ اتيكات اتيكات اتيكات. الاتيكات ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعة اللي فاضلة هقعد احكي لك فيها عن مروان بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليكي، فاضل نص ساعة. النص ساعة اللي فاضلة دي عشان تسأليني فيها عن أي حاجة أنت عايزة تسأليها. ونبى أنا حاسة إني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مسرحيات، اللي هي منهم بتاعت أنت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الآخر بيتها أما بتقع في الخية وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها اللي هو في جنبيها. ما تقلقيش، إن شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكش ولا هتتهكرش. يو اتفضلي. أجل هتعلمني الكلام، ما كانت كلام عندها بايظة أساسا. نجيب من الآخر؟ تحب تقول أنت ولا أسألك؟ اسألني على إيه يا ابني؟ يبقى أنت عايز تتسأل. ماشي. كلمني شوية عن هيدا أبو طالب. ولا نقول جمالات حسناها بطن البقرة. وقول لي، بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاتنين؟ من غير ما تتذاكى، أنا ما كنتش أعرف إن جمالات هي هيدا أبو طالب، وهي اللي ما كنتش أقدر أرسمها قدامك. أول ما عرفت إنها هايدي كانت هربت أصلا. سبحان الله،
عشان كده ما قلتيش لحد دلوقتي لغايه لما انا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحه عشان ما تبقاش شبهها. ولا ال 50 مليون حلوين، المزه حلوه، والشيطان امور. ياسر، انا اول ما عرفت انها هايدا اجبرتها انها تسلم نفسها، وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا اجدع منك جيت اتكلم معاك. لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزاره وهي بتتصرف. عشان انت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من وزاره والكلام ده، تعال انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط موسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده عشان طنط موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زيي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري بترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا. مفهوم؟ مفهوم ست القبي. اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا. النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر. يا لهوي. طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بعد ما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا مخ. مش عايز منديل يا ابني، قلي يسترك. مناديل، منديل يا ابني لا يستر، مناديل يا ابني. لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفرودة، رقبتك مرفوعة لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عمالة تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفولة. ايه ده؟ رجليكي مقفولة ازاي؟ مقفولة كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كأني محصورة. ومين قالك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. هي اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنت يا هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اسمك. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، ادبيه واخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها لشبابها. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكا حرص وصينه بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد امه محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. مطرب، بس أنا معرفوش وما شفتوش غير المرة إياها بتاعت الفرح.
ما حضرتك بقى طيش شباب بقى واحنا اهو جايين من الباب اهو حضرتك. لا مش هو. الله، هو انت ما سمعتش الغنوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا وماشية التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا غنيه لو حتى احسن افتكرنا بنميس عليه. يلا يا ولد. لا 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 خلاص 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 ملوش لزوم. اصل اختي الانسة هاجر كانت قالت لي يعني ان الاخ سيد عنده عربية مشروع كبدة وسجق. ايوه قصده على عربية كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبلك ايه وهبابك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر. دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطة بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله. كباريه؟ قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعدية. هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره ده هي شكلها ايه لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له مع ان هي صفرة بس هو ما بيبقاش عارف. يا عين انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم بيبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات ده هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره؟ لا مؤدب محترم من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هو ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حجه. الجواز ده اسمه نصيب. شرفتونا. هي ساعة قولي بالحق قولي بالحق والله يا قلب أنا سامعتك سامعتك. هي ساعة قولي بالحق. السلام عليكم يا أبو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الأنسة نجوان. مفيش بح. هو إيه اللي مفيش؟ أيوة طفشت طفشت مع الواد الزبالة اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. تفضلوا ما كمل الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحة بالراحة. لازم يعني تستنوا لما الحاجة تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقة ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجة بتغلى زي الحشيش. أنا أدفع 3 مليون ودفتر الشيكات أهو، بس أشوف الوصل الأول. ما تهزاش واسع الباشا، فيش هززان ولا نيل، الدفتر أهو وأشوف الوصل وأدفع 3 مليون. والله
والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجة زهرة كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. اهو يعمر بيتك اهو. شيك اهو العلوان اهو. اديني الشيك بقى. اهو يا سلام عليك يا ست الناني. ولا الست تمر حنه في زمانها. ايه مش عاجبكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح. ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جاي لي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تقلقيش يا ناني، ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. اه ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايل واجيب. تعالي بس استني شويه. خدي ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاق، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله. ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا مقصره ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلت ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتتطلق كل يوم. عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر. مستني على نار والله. حبيبي حبيبي يا عسل. انا مجمعاكم النهارده عشان نتيجه امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. أنا بالنسبة لي النتيجة 10/10. الأوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزة كمان 10 أيام. ممتاز. أما أنا فالنتيجة بالنسبة لي 0/10 في كل الدروس اللي أنا بديها لها. فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. إزاي؟ دي لعبتك يا هايدي، معرفتش تتعلم منك ولا حاجة؟ خالص. قص عليك يا كوريا، مخبية عليا يا بنتي. إن ما وريتك ما بجيش أنا. أنا اللي مستني النتيجة دي بفروخ صدر. تسقطي يا أم 0/10. أهم يا بنت يا كوري، تسمعيش الكلام ده كله. علام إيه وهباب إيه؟ قال هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوري يا بنتي، وبعدين إحنا كلنا حاطين أمل عليك. هو في أبا الحاج أنت وهي؟ ما أنا مرسياكم من أول. أنا ماليش في دلع البنات الماسغ ده. أنا تلاقيني في الجدعانة، تلاقيني وقت الضيقة، تلاقيني في الزنقة، لكن تقولي حط أحمر وأخضر ومش تقصعي زي البنات، أقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، أنا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني قوي يا صاحبي، أنا مش عارف من غيرك أعمل إيه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكه. فيه ايه يا كبداك؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت قد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتها؟ ما تفوق كده يا سوكه، شوف شغلك ده. لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكه دول 20,000، تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكله عليكم سلومه، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكه. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. بس بقى سلامك ابداكي. خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامه يا مصر. السلام
عليكم يا رجاله. سلام شد حيلكم، مش عاوزين عطله، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن التاني. خير يا اخينا، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. هو في ايه يا عم انت عاوز ايه؟ انت اللي في ايه؟ انا شريك في العماره. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفه صاحب العماره. معلم عرفه مين؟ العماره دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركه. روماني مين ومالوش شركه ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفه في العماره. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني عليك على باب العماره واجيب لك الحكومه، نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم تيجي على الله، مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ كده كبداكي ماشي يعني انت كبداكي. يعني انت يا واد جبت لي المرستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها؟ عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسال عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه، لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد يما في البنسيون اكل شارب والحمد لله بدعواتك يما، ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى يما؟ يا ولا يا ولا علي يا ولا، وانزل شوف اكل عيش. ما ينفعش كده، الله، الشقة دي هندفع إيجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربية والحمد لله، وبحوشك عشان أجيب لك الشقة، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا، أما بقى عن البت الممرضة ده إيه؟ فلا يا حبيب، ست ستها تتمنى تراب جزمتك، أنت من النهاردة بقى تنزل تروح الكباريه. بقول لك إيه يما؟ ولا أنا رايح ولا جاي. ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عاجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك لاتنين شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم ده انت معمول لك عمل كلب تافه فيه. كلب ايه ياما وقطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الوكب داكي، جاب لك ال 10000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حرو ونار في جتته الواد سلومه الحرامي ده، برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايز حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا. حقر روحك كده، وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ ها خليك ناصح يا ولا. ادعي لي يما، ربنا يكرمك يا رب. ربنا ما يحرمني منك. عايز حاجه يما؟ لا يا حبيبي، عايزك طيب مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نرتاح من القرف اللي احنا عايشين فيه ده. تعرفيني دنيا واخره، مش عايزه اروح معاكي. حتى انتي؟ والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه اما هيعاشرني وانا ميت؟ مين؟ طيب يوه يا الدنيا طارت؟ ايه يوه افتحي. ايه ده خيه؟ ازيك يا خيه؟ كوريا. ازيك يا سوق؟ عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتسا. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوكا خالتي. ابن ام سوكا؟ يا خالتي. ابن ام سوكا. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجه. اصل كوريا سوكا متضايق ومقطع الشغل بقاله فتره. متضايق علشان البت الممرضه اياها دي، وانا طول الطريق بقول له يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيك. بقول لك يا سوك، اسمع للخال، هو معاه حق، الحب والحاجات دي خلاص خلص، خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه، يا اما هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيش. ولا اقول لك على كده، بحلم بيك بحلم بيك روقان والنبي. قول ايه؟ قول في اللي احنا يبقى كفاية عليا. يا خدها كوريا. ايه؟ 10000 جنيه دول بتوعك، بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومة وجابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ ايه اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وجع على دماغك. يلا يا كوريا هملي. والنبي فيك الخير يا كبداكي. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوك. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زي زيك بالظبط. فوجئت على باب المطار. عارفه الست اللي كانت في المستشفى؟ اللي بنتها اسمها نجوان؟ نجوان. هي دي اللي جابت له العقد. ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها. راح وراها؟
يا ابو دلنجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال، اتصلي بجولي دلوقتي حالا. يلا حبيبي بالراحه. بالراحه. طيب بالراحه. بسم الله. استنى. لا استنى. ايوه كده. معلش معلش. ايه ساكته ليه؟ لا ما فيش، اصل بفكر انزل القنصليه بتاعتنا عشان اطلع بدل فائد الباسبور بتاعي، ضايع مني ومش لاقياه. ضايع ازاي؟ فاكر يا حبيبي لما انت اتخطفت من عند رجاله جاسم؟ انا بقى طلعت للشقه وقعدت كده بلم هدومي مش فاهمه حاجه، يمكن وقع مني هنا او هنا، ومن ساعتها وانا ماشيه بالبطاقه المصريه بتاعتي. البطاقه دي هتعمل ايه؟ انت لازم تطلعي باسبور ومننزل نعمله لك. لا 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 لا، ما انت لازم تريح. ست زهقت من القعده. الله، وبعدين اهو انزل شويه اجرب المشي، عايز افوق بسرعه عشان الحق جاسم الكلب ده قبل ما يسيب اليونان. ما خلاص بقى يا مروان، سيبنا من حكايه جاسم دي، وبعدين احنا اللي ابتدينا معاه. هو اللي حاكم على نفسه. هقتله. ايه؟ هقتله. خد يا اختي دي فلوس تنكيس البيت، ما انت لا كملتي وقعد فيه عشان تدفعي ايجار ولا بتتنكس. خد. خلاص مش عايزاهم. اللي مش عايزاهم ده، ما قلت لك قبل كده ما احبش حد يتجبى عليا. امسكي. هاتي، انت حره. خطيبك ده يا كوريا راح اليونان ازاي؟ بس ما تقولش خطيبي، بس ما بقاش، خلصنا من زمان. تاخدش بالك يا دكتور، دايما كده كوريا وكبداكي دايما كده عاملين زي القط والفار، دايما متخاصمين دلوقت مفسوخين. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهموني، هو ازاي يعني راح مع نجوان؟ وهو يعرفها منين اصلا؟ الصراحه اصلا ما صوره جولي نزلت في الجورنان، هو قفش علي خلاني كبت له بقى الليله كلها في حجره، ومن ساعتها وهو حاطط البت نجوان دي في دماغه ورشقلها، وديها شكلها جابت له عقد عمل بره وسفرته. ايه؟ يعني انت السبب؟ ها؟ انت اللي سلمتيها التسليم اهل الكبداكي؟ كان ماشي. عقد عمل ايه يا عم شكري؟ وهو يسافر وراها ليه؟ سافر عشان عينه فارغه، يبقى معموسه حلوه وزي القمر، ومع ذلك هو زي الكلب لازم يشمشن بره. ما يمكن الست دي ملهاش علاقه بالموضوع ده. ملهاش علاقه ايه يا خيل؟ دي بنت مولع، لفت قبل كده على جوز جولي وصفرته، ودلوقتي لفت على كبداكي وصفرته، اللي هيتنشل مطرح ما هي قاعده. يا رب. ايه دي؟ هي الست دي واخده المشوار رايح جاي ولا ايه؟ ولا متعاقده مع الحكومه اليونانيه يعني؟ افرط لهم رجاله. انت بتهزر يا خال؟ وطي صوتك، سندس ومسوك هيصحوا. احنا لازم نعرف دلوقتي ابراهيم ده سافر ازاي؟ وبيشتغل مع مين وضد مين؟ بقول لك يا عم الدكتور المحامي، انت ولا ما انا فاهمه لك بتشتغل ايه؟ عايزه يا كوريا. هو انتوا مش كنتوا عايزين تسفروني؟ كنا عايزينك تسافري. طب انا عايزه اطلع الطلعه دي ورا كبداكي، ويا انا البت المسهوكه دي بقى. مش هينفع، احنا حاولنا وكل محاولاتنا معاكي فشلت. ليه بس؟ انا عايزه اسافر. هو انت هتسافري سياحه؟ انت كنت مسافره عشان تعملي مهمه محدده، والظاهر بقى انك ما تنفعيش. ايه اللي ما ينفعش ده؟ ما تقولش بس ما ينفعش، انت ما تعرفش كوريا ما تحط في نفوقها حوار. جدعة كوريا جدعة. ايه وقته؟ خلصي باقي السنة اللي قضيتيها في المخروبة دي، خلصيها على جدتهم. مش هينفع. النبي يا جولي، عشان خاطري، عشان خاطري، ده احنا ولا ايه زي بعض؟ والنبي اختي، قولي قولي له ده انا كوري. طب يعني انا شايفة يا نادر ان احنا ممكن كده يعني نديها فرصة تانية. مش هينفع يا هايدي، دلوقتي ما بقاش عندنا وقت. هي مش ورقها لسه جاهز؟ ايوه لسه جاهز، والفيزا فاضل لها كام يوم وتطلع. المشكله مش في الورق، المشكله فيها هي. المشكله فيها هي دي، ما تظبط كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ انت شايفني ناقص هايد ولا ناقص هايد؟ طب احنا خسرانين ايه؟ مش احنا كده كده قدامنا اسبوعين نجرب تاني، بس المره دي كلكم تشتركوا معايا. بص بقى يا ابراهيم، انا قلت له نازله عشان اطلع الباسبور. يبقى لازم يا نجوان ترجعي له بورق باسبور عشان نبقى مثبتينه صح. ماشي، بس عارف يا ابراهيم لو مروان قتل جاسم انا كده ممكن اروح في داهيه، واستحاله اقعد مع واحد قاتل في نفس المكان. على فكره يا نجوان انا بحب مبادئك او ربنا، ومعجب بمبادئك دي جدا، يعني تقعدي مع واحد مقلب 50 مليون عادي، لكن قاتل لا. برافو عليك يا بنت. ابراهيم انت ناوي تعمل ايه يا ابراهيم؟ خير بعون الله، انت بس اهم حاجه وانت نازله تبعتي لي رساله بخط سيرو،
ولازما لازما يا نجوان تبقى في الشنطه بتاعتك ورقه فيها العنوان بتاعكم، حاجه بقى شوفي وصل، ورقه توصيل، اي حاجه من الحاجات دي. عنوان ليه؟ مالكيش فيه، نفذي الاول وهتفهمي في قدام. ما انت لازم تفهمني انت ناوي على ايه، ولا انت ماشيني كده وراك وخلاص؟ ما تعملي يا نجوان اللي بقولك عليه، هتخسري اكتر من اللي خسرتيه، خليكي معايا وانت مش هتندمي. ماشي اما نشوف. قولي يا ابراهيم ماما عامله ايه والنبي؟ ماما مين؟ ماما يا ابراهيم في ايه؟ اه ماما دي بقت زي الفل، او ربنا بقت زي الفل، دي بتدعي لك. على فكره يا نجوان انا بحب الست دي شبه امي، وانا بحبها جدا جدا ومتعلق بيها عشان كده، ومتعلق بيك انت كمان. يعني والنبي اخر مره شفتها كانت كويسه؟ طبعا كويسه. ده كانت هتروح الجيم وجبتها بالعافيه. او ربنا انت اهم حاجه بس دلوقتي تروحي تلحقي مروان عشان ما يشكش في حاجه، وما تنسيش اللي قلت لك عليه. ماشي ماشي يلا حبيبي، يلا سلام. مع السلامه. مع السلامه. استعان على الشقة بالله. يا جماعة أنا مش هقدر أكمل لوحدي، أنا حاولت معاها وفشلت تماما. مفيش حاجة اسمها فشلت يا هايدي، وبعدين لاحظي إن المرة دي ما بقاش في وقت. حبيبتي أنت لازم تركزي وتتعلمي وتنظفي مخك، يعني مستقبلك أنت وهايدي متعلق بين إيديك. حتى حياتك العاطفية مهددة بالخطر بعد ما سكبداكي بتاعك ده سابك وراح لخطفت الرجالة نجوان. ومروان اللي ضيع من عمرك سنة كاملة في السجن وخلاكي سوابق من غير ما تعرفيه ولا يعرفك، لازم تاخدي حقك منه. جرايه كوريا في ايه؟ هو احنا بنقول لك ذاكري حساب مثلثات؟ بنقول لك اتعاملي زي البني ادمين؟ احنا هنعلمك كل حاجة واحدة واحدة، بس فتحي دماغك كده معانا وركزي شوية. انا هعلمك اصول الدلع وازاي تكوني ليدي، وانا هعلمك السلوك وازاي تتعاملي في الشارع وفي الاماكن العامة، وانا هعلمك تتكلمي بشكل راقي زي كده. الاساس انا هعلمك انجليزي واتيكيت، وانا بقى هبقى مسؤوله عن لبسك وجسمك وشكلك الخارجي وعن المقاشه دي. انا بقى هحكي لك عن مروان بيحب ايه وبيكره ايه. ماشي. طب لو ما عرفتش كده يبقى هايدي هتقضي بقيه عمرها بالسجن، وتبقى السنه اللي ضاعت من عمرك راحت هدر، ومروان اللي ظلمك عايش مستمتع بحياته، وتفضلي بيئه زي ما انت، وهترجعي بيتكم اللي هيقع. والله اعلم بقى ايه اللي هيحصل. يبقى كداكي خطيبك ده طار للابد. كفايه خلاص انا جاهزه. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، هتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر
في المطبخ في الحلة قول لها شفته القمر في الحلة. قمر ايه وحلة ايه يا خال؟ انا ناقصة جنان؟ انت كده هتقلب لي شقة مروستاه، ما كفاية فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي، ده عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد؟ بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي. بنت مجنونة. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. مرحمه. بعدين دي مش مجنونة ولا حاجة ما تخافيش. ماشي ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه؟ كوريا دي طيبة. كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسة ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله؟ هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبهولك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها؟ اسيبكم عافية بقى وخليكم مع بعض. لا 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 ما تخافيش غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاه. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح، انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه بسم الله عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ام. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده. ده انتصار بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجه لي عمري. اقعد يا انا 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 بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت هتبطل اوفر يا حبيبي امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده حبيبي بيبي. انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر. إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي. بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه. احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي. يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش انا هعرف اسنجف كويس. اسنجف قوي. يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي. وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه.
بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي. يا حبيبي يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيكي ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعد ابني. وحشوني. الله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدري يا اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم. هكلمها لك. انت جننتي؟ دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك عليا حقك عليا. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع، اعمله انا وهايدي في